اكشن. ها طفيتوا التبريد؟ كلش باردة. هذا هذا مفتوح. في الانستغرام اليوم اول شيء. يا اخي مستحيل. اهلا وسهلا حبيبتي ساره نورتي. هلا قلبي فرح. مساء النور مساء الخير. شنو هذا البرد؟ والله كلش بارده. مساء النور. الانستغرام اليوم قبلهم. اهلا وسهلا نورتوا نورتوا. يلا صعدوا لنا البيت حتى احكي لكم على القطع اللي لابستها. حبيبه الصوفه منورين نورك حبيبتي قلبي نورتي. نورك علي. مساء الخير مساء العافيه حبيبتي. أني الحمد لله زين. انتو شلونكم؟ شخباركم؟ هاي شنو جا شوفهم؟ البيت حتى شوف يوم هاي بمناسبة عيد الحب. يلا صعدوا لنا البيت. هو شوي دا يصعد بعد عيد الحب. يلا صعدوا لنا البيت. شغلوا تزفية والله كانوا مشغلين تبريد. شوي محتارين الجماعة. ساعدونا البيت حتى نحكي لكم على القطع اللي لابستها كل شي سعره وزنه. وشوفكم القطع اللي تريدوهم. ليش ما اخو رصيد؟ ساعدونا البيت سوونا مشاركات هواية نسوي لكم جوائز كلش حلوة. عليكم السلام. نورك حبيبتي. اي هسه البث زين الوقت مالته مو بالله. مساء الخير منورة. مساء النور حبيبتي. ليش هذا الناس تريق وادي؟ خلي صعدوا لي شو الليل على مولي. يلا شوفوا شنو جبت لكم. باو شوفوا هلا بشروق هلا بيكم. شوفوا ذهب نزل صار 380 كان 385 صار 380 زين. اي سووا لنا مشاركات حتى نفتح لنا الكارتات. شوفوا شلونش. انا زين الحمد لله. شلونكم؟ يلا سووا لنا مشاركات. سووا لنا مشاركات حتى احكي لكم على القطع اللي لابستها. واكثر واحد يسوي مشاركات ننطي كارت هديه. اليوم هواي اليوم الهدايا باعوا. شوف الهدايا هيك شيء. هاي هاي كارتات. صعدوا لنا البث وصلوا لنا يا لل 5000 نبدا نبلش وياكم نعطيكم هدايا. سعر الذهب اليوم 380. عوفو شهد صعدوا لنا البث على مود نوزعكم الجوائز. يلا اهلا وسهلا حبيبتي نورت بدور قلبك. ظلي سولفي على الاشياء اللي ياسين. عليكم السلام ورحمه الله. شلونكم عيني؟ شلون صحه؟ حبيبتي في دول قلبك.
هسه خلي احكي لكم، سوينا مشاركات هواية بالبث حتى احكي لكم على القطع اللي لابستها. اثير مو اسيا، اكو عندنا اثير واسيا وكورك. هسه راح احكي لكم على القطع اللي لابستها. مصطفى تراجعوني على شيء. مصطفى ناكو تراجي جيب لي اياها. صباح الخير. عليكم السلام. هسه احجوفكم التخم. احجيكم اول شيء هذا التخم اللي لابسته. وزنه 53 غرام 690 وسعره 4,510,000. هاي التراشي مالتي وهذا الصور كلش نازك. شوفوا هذا المحبس مالتي. وهاي القلادة جسر تراشي أطفال موجودة حسب كل شيء وزنه. شوفيهم الحلقة اللي بيدج هذي هذا يعني خاتم او حلقه يعني بس اثنين. سعره 850 بآية الكرسي. كلش نازك. شوفي مياه خاتم عن قريب يدرون يستكرنوه على انستغرام. يدرون يستكرنوه. هاي قطعه كلش حلوه. ايش قد سعر تراشي الاطفال؟ سعر تراشي الاطفال يبدا من 120,000 وانتو صاعدين. سوونا مشاركات بالبث حتى نسوي لكم مسابقات حلوة ونعطيكم جوائز. البتوت ايش قد سعرها وتفاصيلها؟ البتوت سعرها 7,160,000 ووزنها 85 غرام 230. شوفوها هاي هم سكرنوها. توت خليجي ايش قد الوزن مالتهم؟ وزنهم 85 غرام و 230 وسعرهم 7,160,000. وشوفوا هذا التخم، هذا التخم كامل ويا هاي التراشي ما اقدر البسها طبعا. بس شوفوا كلش نازك كلش. هذا المحبس مالتي. وهذا عندكم خواتم حبيبتي موجود طبعا. وهذا السوار سعره 4,510,000. هذا التخم هدية الحب طبعا. هاي هدية عيد الحب. ايش قد سعرها؟ شوفوا سعرها 125. توصيل مجاني. يعني توصلك الباب البيت وين كنتي بغداد محافظات توصلك ب 125 وتوصيلها على حسابك. شو هاي الثانية؟ شوفوا هاي موديلات الثانيه. هاي موديلات اخذوا لها سكرين وعندنا موديلات ثانيه هم راح هسه اعطيكم اياها. هاي طبعا سعرها تختلف. سعرها 150,000 واصله لباب البيت. 150,000 ب 125,000 والتوصيل مجاني تمام. هاي بمناسبه عيد الحب تقدرون تاخذوها للي يحبون امكم واختكم مو الا يعني حبيبه عادي. السلام عليكم. نزل الذهب؟ اي نزل صار 380. الرقم كامل كيف السعر حبيبتي؟ هذا التخم الكامل سعره 4,510,000. هذا القلاده، هذا المحبس والاصوار، كرسي جابر سعر 5,000,000. خل اشوفكم هاي حتى تسوون مشاركات بالبث. صعدونا البث على مود صعدونا البث حتى نفتح اول كارتات. شوفوا هذا اثير وهذا كورك وهذا اسف. شوفينا المحابس. وها خليني اشوفكم هذا المحبس. هذا سعره 850. عطيت وحدة. شبيها هاي الهدية والله تسوى. كلش حلوة. ناس كحيل. يا هلا. خلينا نشوف التعليقات. ما
جابين لنا شو اسمه بنبا يا عباس جبل ساعدونا البث حتى نفتح اول كارت نفتح الاسيا شو تريدون اسيا لو كورك اول شيء اسيا لو كورك يلا نفتح الاسيا يلا تريدون اسيا يلا هلا حبيبي شو البدا يجي امك مدخل؟ علي حميد يقول والما عنده حبيبة شلون؟ يعني مو إلا حبيبة أختك أمك أختك عادي الله يحفظهم إن شاء الله مو إلا يعني تسوونا مشاركات بالبث حتى نفتح أول كارت أريد هدية النقشة مالتها بس سادة مو ما في سادة هاي الهدايا حاجة اشوفكم ياها وسكرنوها هاي ب 125 والتوصيل مجاني مصطفى مصطفى اعطيني الثانية ايه هسه بس دقيقة نغير الموديلات مال الميداليات يعني وجبة جديدة شي يجي منك حلو حبيبتي في دول قلبك هاي الثانية 125 والتوصيل مجاني وهسه اشوفكم القطع الثانية ب 150 وهم التوصيل مجاني ساعدونا البث على مود نفتح اول كارت وياكم خلي يوصل للالف نفتح اول كارت خلي يوصل للالف طبعا كل شيء موجود يلا وصلنا للالف ونفتح الكارت. اول كارت اسيا اي طبعا كل شيء موجود الكورك والاثير تمام هذا الاثير موجود عندهم مخابرات هذا الاثير هذا الكورك بالاضافة لكارتات الاسيا نورة اشرقت نوركم في دول قلبكم يلا سوونا مشاركات هواية فرونا البث ساعدونا اياه سوونا مشاركات بالجروبات اللي عندكم حتى البث يصعد وارجع مرة رح احكيكم على القطع واشوفكم القطع كل القطع اللي تريدوها شوفي هاي الكلبشات كارتير شوفوا هاي الكلبشات هسه اي قطعة رح اشوفكم اياها سكرنوها حتى وراستونا على الخاص نشوفكم الوزن والسعر شوفوا هاي صار جهتين فد كارت مو تنسيني ما يخالف تدلل شوفوها هاي جهتين يصير موديلها كلش حلو راقي بالاضافة للاجور البسيطة سكرنوها القطعة اذا حبيتوها سكرنوها وراسلونا على الخاص ننزلكم الوزن والسعر قلادة اللي لامستها حبيبتي هذا تخم كامل سعره 4,510,000 هذا شوفت اللي قلادة اللي بس القلادة 3,700,000 بس القلادة 3,000,000 700,000 هاي بس القلادة 3,700,000 هاي الكارتير بس تايجر شوفينا الشباحي سعر 1,000,000 بس اشوفكم القطع الموجودة هاي هم الثانية ساعدونا البث على مود نشوفكم كل القطع اللي موجودة بالمحل كل اللي طلبوا شوفوا هذي اي قطعة تعجبكم سكرنوها وراستو الخاص ندزلكم الوزن والسعر ساور كلب شو تايجر شوفوا هذا يلا ساعدونا البث حتى نفتح لكم اول كارت شوفوا هاي يعني وجبه من موديلات ال 150,000 والتوصيل هاي 150,000 والتوصيل مجاني وهاي 125,000 والتوصيل مجاني واكو بعد كلش هواية قطع من هذه وهواية موديلات
كلها حسب. يا هذا برج، اكو ابراج، هذا يا برج، هذا برج السرطان. بس قام يغشون خلاص. شوف مين شو اسمه الشبح حياة. سويت 20 جروب عاشت ايدك. اعطيني شبح حياة. خاتم رجالي موجود، خواتم رجالية هواية. هسه شفت شو سويت لنا شارب نفط. شوفوا هاي الشباحيات، شوفوا هاي الشباحيات، هاي كلش ناسكي إسلامية. سكرنوها إذا عجبتكم. هاي وهاي الثانية. واضح عندكم البث؟ خلي يصعد البث على مود نفتح لكم أول كارت وياك. زنجيل رجالي موجود. هاي الكارتات اريدهم اليوم بهذا البث يخلصن كلهن. شوفوهم الكارتات ذني كلهن اريدهم يخلصن بهذا البث. صادوا لنا البث 3000 على مود نفتح وياكم اول كارت. نطيك كارت يوراسي وجانا قلنا نطيك كارت. تمام. يعني شلون بدي اعتقد؟ شوفوا لي هاي الشباحي، هاي طبعا شكلها ضخم بس وزنها مناسب جدا. خلي اقول لكم ايش قد وزنها. سبحه قيمه مليونين. صح. شوفي ايش قد وزنها. هاي 17 غرام. شوف شوفوا هاي المحابس الرجالية اللي ردتوها. صعدونا البث 3000 ونفتح أول كارت آسيا. هذا الموديل الثاني برج العقرب. اي متوفر. هاي 17 غرام وزنها 17 غرام سعرها 1,445,000. وزنها 17 غرام واضحه عندكم بال فيديو. يا معود ردي شنو عيني؟ سعر الذهب ايش قد؟ سعر الذهب 380 370. اشترى من عندكم. سعر البتوت اللي لابستهن 7,160,000. زين حشوفكم بعد خواتم رجالية. واي قطعة تعجبكم سكرنوها. حبيبتي سعر المحبس اللي لابسته سعره 850. هذا ذني الكارتات لا تخلوهن اليوم يعني ما يفيدهن. صادونا البث على مود نفتحهم كلهم. يلا سووا حركة بالبث. هذا لا كلش باردة والله. ايش فيه؟ ما ادري محتار. شوفوا هاي المحابس الرجالية. محبس رجبي موجود. هسه شوفت شاهن اثير. يلا صعدونا البيت حتى نفتح اول كارت. اكو اثير، اكو اسيا، واكو كورك. بس تشوفين وصل للألف. بس لا تنسون الهدايا. سعر القطعة 150,000 طبعا. ميدالية وزنجيل سعرها 150,000 وهاي القلب سعرها 125,000 واصلة الباب البيت.
خليني اشوفكم هاي المحابس الرجبيه اللي رتوها. سعر القلاده اللي لابستها 3,700,000 بس القلاده 3,700,000. التخم كله بيش؟ التخم كله ب 4,510,000. شوفوا هاي المحابس، هاي المحابس الرجبيه. هذا المحبس الرجبيه ايش قد سعره؟ ام حيدر اذا سكرنتي دزيلي عرخاصة دزيلي الوزن والسعر. رائد احمد يقول الذهب بس للنسوان. لا حبيبي، ليش؟ اكو رجالي، اكو سوارك ومحبس، اكو زنجين. شنو تريد تدلل؟ شوفوا ذني الموديلات من المحابس الرجبية، سكرنوا اي قطعة تعجبكم. حبيبتي اي قطعة تعجبكم وراسلونا على الخاص. يلا سوونا مشاركات للبث حتى نفتح اول كارت التوت على قد مليونين موجود. شوف هذا المحبس الرجالي تايجر. اي هلا بيك. مرحبا، وضعتكم شوفوا لي جماله. سعر التخمي اللي لابسته 4,510,000 وسعر البتوت 7,160,000 والمحبس هذا اللي لابسته سعره 850,000. اعطيهم هاي. يا هو هذا المحبس الرجالي. هذا المحبس الرجالي سعره 2,660,000، وزنه 31 غرام و300 ست مثاقيل وربع تقريبا الا حبايتين بس. شوفوا لي الجمال مالته. حرام على الرجال الذهب. اكو حرام على الرجال. يا فرع انتو، احنا فرع المنصور الرواد داخل قيصرية الكوف القديمة. واضح؟ طبعا بقطعتين، بهذه القطعة وقطعة هاي اللاف. انزين المحبس مالتي. يلا. كرسي جابر سعر 5,000,000. لا عندي هذا بعشرة. اكو هسه شوف هذا واضح عندكم؟ سويت مشاركة حتى بجروب المقلق. واضح عندكم؟ هذا وزنه 20 غرام، 20 غرام و250 سنت. سووا لنا مشاركات بالبيت حتى نفتح لكم اول كارت اسي. هذا سعره 1,720,000. هلا هلا. 1,720,000 قطعة جنن. كلها ذهب. يعني تاخذيها الا بدون ما يدري. شوف ايش قد قياسها، جيبي قياس الحلقة مالته وتعاي هنا نطيش القياس اللي تردينه. يعني لازم ندلل يعني الزلم شوية. موجودة صورات ربر هم خلينا نشوفهم. شوف الله خلي اشوفكم هذا محبس الاسد. سو بتوت على قد مليونين. مصطفى فاطمة الجواري. اسم حسين موجود. موجود اي. اليوم سعر الذهب 380، بيع 370، شراء. افتح كارت اثير. سوينا مشاركات هواية. خلي يصعد البث للالف ونفتح اول كارت. شوفوا هاي السوارات الربر. اي موديل يعجبكم سكرنوا راستوا الصفحة ندزلكم الوزن والسعر. واكو عيب يلبس الرجال، حرام وعيب يلبس ذهب. ليش؟ عارف والله عيب. شوفوا لي هاي البتوت، هاي الماركة شانيل، سعرها 2,375,000. يعني كل هالضخامة والجمال بمليونين وثلاثمية وخمسة وسبعين ألف. هاي رايت بتوت على قد مليونين، هاي مليونين وثلاثمية وخمسة وسبعين. شوفوا اكو تراتش. حبيبتي منورة نورج قلبي. موجودة تراتش كل الموديلات راسينا على الخاص
ونشوفك كل شك موديل ببالك موجود. زهرة زهرة تقول ليش ما تقرون كتاباتي؟ عندكم ساعات ساعات حاليا ما عندنا، اسفين ست زهراء. ان شاء الله الاسبوع الجاي وصلتنا وجبه كل شو هوايه من الساعات، كل الاوزان راح توصلنا تقريبا من 20 غرام فما فوق. راوينا حلقه على قد ايش قد والله 250 هاي 17 غرام. مصطفى حلقه على قد 250 تريديها رجاليه لو نسائيه؟ لا بس الذهب على النساء احلى والله. هو الذهب اصلا حلو يعني، كان نساء ولا رجال. اكو توصيل للبصره، اكو توصيل كافه محافظات العراق. خلي احكي لكم على هذا التخم اللي لابسته مره ثانيه. التخم اللي لابسته سعره 4,510,000. هاي الغلاله اللي لابستها وهاي التراشي كلش نازك. مرام مرام ليش ما تذكرون اسمي؟ شوفوا هاي التراشي مرام مرام ليش ما تذكرون. وهذا السوار وهذا المحبس مالته. شوفوا يلا سووا لنا حركه بالبث، صعدوا لنا البث على مود نفتح لكم الكارت. انتم مناوين يعني ما تردون كارت؟ صعدوا لنا البث يلا تفاعل. انتي اشرقت اي اني اشرقت والله. ممكن بتوت اساور 2 مليون مصطفى بتوت 2 مليون سويت 10 مشاركات استيصعد البث ونفتح لكم اول كارت. نفتح اسيا اول واحد. عرضي تراشي راسلنا عرخص لان اكو كلش هواية موديلات، فراسلنا عرخص ونشوفك الموديل اللي ببالك. هاي ايش قلت؟ هاي ب1,750,000 ب1,750,000 هاي سكرنوها سعرها 1,750,000. هذه اللي رادوها سعرها 1,750,000. هدول اللي تقول ليش ما تقرون تعليقي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش ما تقرون رسائلي؟ يسعر فيها؟ سعره 380. ليش تشترين؟ 370 شراء. يريدون موظفات ويشتغلوا وياهم. اريد اثير. يلا صعدوا لنا البث حتى نفتح اول كارت. هسه وصلوه 500. لا خليه وصلوه ونفتح اول كارت بعدين شوي شوي. وصلوه 500. نفتح لكم اول كارت يلا. نفتح اول كارت اسيا. يعني هسه كل ما عليكم تسوون مشاركات، يعني لا تتعبون نفسكم ولا هاي. وانتم قاعدين سووا لنا مشاركات راح تربحون ويانا رصيد على الخط مالتكم. اسيا، كورق، اثير. بس خليه يصير. بعده بعده هسه راح يصير ما بقى شيء. من يوصل 500 505 بدفن هو الكارت. اليوم سعر الذهب 380 بيع 370 شراء. زوجي سر سعادتي دا تقول سويت لكم كلش هواية. هواية عندك المشاركات؟ بلا شوفها. القائم بالمشاركة تطلع. سويت لكم مشاركة ونشرت البث. عاشت الاياد. وصل والله وصل. هاي يستاهلون. فتحي لهم اول كارت. يلا حضروا تليفوناتكم واخذوا فت تليفون ثاني حتى تسجلون به. هاي قدامكم. يلا هذا آسيا. يلا ها. تليفوناتكم حضروها. تردد؟ لا ما تردد. هاي عليك مهيمن. تعال تعرض الكارتات. يلا مهيمن تعال. انا ما احب اسويها.
ليش بتهبسته؟ تعال حبيبي تعال. يلا ما يخالف. طيب. يلا حضروا تليفوناتكم. اي والله يستاهلون. بس خلي يصعدونا والله العظيم هاي الكاميرات كلهن نعطيكم كلها نفتحها وقدامكم وبالبث تمام بس صعدونا يعني يلا حضروا تليفوناتكم اكو اثير واكو كورك واكو اسيه هسه راح ارد هذا الكارت اسيه نجمه نجمه 1 3 3 نجمه خلي 1 3 3 نجمه 06 06 9 8 8 2 3 6 6 1 9 2 7 3 شباك والف مبروك للي حصله اعيد نجمة 1 3 3 نجمة 06 9 8 8 2 3 6 6 1 9 2 7 3 اللي حصله خلي يقول أنا حصلتي فرح أحمد يقول تم ست فرح إذا أنت اللي يعني استلمت الكارت عبيتي أوكي لا ده يكتبون تم هاي تم مشاركات ما تم تعبين اللي أخذ الرصيد خلي يكتب لنا كل مرة على إنستغرام أخذه بعد ما ينتهي البث شوف اكثر واحد مسوي مشاركات ادخلوا له ودزوا له كارت على حسابه الخاص اكثر واحد راح يسوي مشاركات ندز له كارت بعد ما ينتهي البث شوف يا اللي مسوي مشاركات اكثر بس خلي يصعد البث والله هسه الكارتات كل ما قد وصل ما يخ لا يوصل بعد 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 خلي يوصل للالف 500 الف 1500 تفتحين كارت يعني بالالف تفتحين كارت 1500 كل 500 مشاهدة بالعافية منو اللي أخذ منو اللي أخذ الكارت عاشت حسين تقول تم بالعافية علي وينه والله ألف تم بالعافية علي هاي راي ماذا مطلع لا هاي الجلادة اللي لابستها بيرش هاي الجلادة مصطفى أثير أثير موجود هذه وهذا كورك وهذا هم بعد آسي وين اللي أخذتي؟ أكو أختي أختتي؟ إيه هاي صدق؟ والله شو ماكو تعليق ما طلعني عمي طلعت ها عاشقة اني تم يلا اخذتو هاي باعوها لا تعيد الكارت انتو اخذتو عاشقة الحسين تقول تم بالعافية عليه يعني واحدة من البث بالعافية وان شاء الله يا ربي تاخذين الاكثر تمت المشاركة أريد آسيا سوينا مشاركات هواية دازت لنا رسالة ثانية يقول تم بالعافية عليه لأن ما قصرت وياكم سويت أكثر من 45 مشاركة هاي شنو هاي نسبة المشاركات يعني سوت مشاركات هواية حصلت حصلت كارت سوي مشاركات هواية وأكثر واحد ورا ما يخلص البيت مسوي مشاركات هواية انطق دزله كارت يقول بانا نور للأسف دخلته ويقول غير صالح ليش؟ لأنه عبتها قبلك اي لأنه اكو واحدة عبتها قبلك تعبت والله كل ما يسوي مشاركة وما احصل شيء ليش رولكس العراق يلا راح نفتح بعد كارت ثاني بس سوينا مشاركات هواية يوسف شنسا وعلى اساسه راح نفتح لكم الكارت الثاني سووا اثير موجود اثير كرسي جابر صح أنا سويت مشاركات كوما أريد آسيا تدري يعني مثل ما تشوفون قدامكم دن نشخط الكارت ودن رد الرقم دن نفتح الكارت قدامكم ولا رد والإنترنت اللي يم زين هو اللي راح يحصل أول واحد الكارت تعرفون يعني الإنترنت خاصة عندنا إحنا ببغداد وبالعراق سعر التخم اللي لابسته 4,510,000 اللي هو هذا قلاده وهذا المحبس مالتي والسوار وهذه التراشي تخم كلش نازك
أريد أثير. عليكم السلام. السعر هاي اللي بتوصل 7,110,000. تذكروا انه اي قطعة تعجبكم وراس الخاص. بس شوفوا لي الجمال مال الاساور اللي راس شو اسمها. شوفوا هاي الاساور كلش حلوة. هاي اشوفكم واحدة واحدة. انزل هاي تكرنوها اذا عجبتكم. شوفوا سوار ليرات نزلات يعني 6 ليرات بي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا ساعدوا لنا البث على مود نفتح الكارت الثاني. شنو تحبون اثير؟ اثير يريدون. ما يخالف بس ساعدوا لنا البث. الآسي صعدونا البث وصلونا يا سالف. ريدة ألف حتى نفتح الأثير. وشنو لازم تستعجلون حتى تأخذوه. أنا دايل بس ماذا أقدر على نفسي. شوفوا خلي نفسي حسين. أكثر واحد شاركت. إذا أكثر مشاركات ورا ما يكمل اللايف راح اطب على اكثر واحد مسوي مشاركات راح اطب انطيل الكارت. شوفوا هذا السوار اللي رات اللي لابسته. شوفوا كلش حلو. اذا عجبكم سكرنوه. روليكس قبل فترة 150 جرام ما حصلت أحد. هو مو قصة إحنا دا نفتح قدامكم الكارت أوكي. وعلى أساس النت مالتكم إذا قوي راح تلحقون لأن أكو ناس نتها زين فتأخذ الكارت بسرعة. شوفوا هذا السوار الثاني أثير قلب تدللين حبيبتي استفتحها. سووا مشاركات هواية 850 أفتح لكم يوم تكرنوا اذا عجبتكم هاي القطعة. هذا المحبس سعره 850. اسعار الاساور الرجالية حشوفت شوها. واي قطعة تعجبك سكرنيها ودراسينا على الخاص. شاركت البث عاشت ايدكم. شوفوا شاي زين. سعر الذهب اليوم 380 بيع 370 شراء. سووا لنا مشاركات حتى نفتح لكم الكارت الأثيرة اللي تريدوه. سكرنوا القطعة اللي تريدوها وراسلونا على الخاص ننطيكم الوزن والسعر. شوفي ما هذا السوار خاتم الرجال. شنو هذا خاتم الرجال رولكس. شوفوا هذا المحبس. هاي القطع اللي يريدون قطع رجالية. القطعة شنو سعرها؟ القطعة حسب الوزن فالسعر يختلف. شوفوا هاي القطعة. شوفوا هاي الثانية ياقوت محمد. هلا وقلبي نورتي. اي قطعة تعجبكم سكرنوها. عاشت ايدكم اللي دي يشاركون. لا تنسون هذا المحبس التايجر. طبعا هو تايجر حقيقي. ها سعر المحبس اللي لابسته تحيبي سعره 850. دا تشوفون يا جماعة الانستغرام؟ اي دا يشوفوه واضح عندهم. اشتديتهم الفتوت اللي لابستهن سعرهن 7,160,000. 7,160,000 وسعر المحبس 850.
سعر البتوت 7,160,000 وسعر المحبس 850,000. رولكس العراقي حبيبي الله يحفظك ان شاء الله وممنون يا ذهب تحياتنا لك. يلا اسير يلا هياتني فاتات بعد انت ريمي حلق بلاتين موجود موجود عيوني حياتي الكارتان سوينا مشاركات هواية حتى افتح لكم هذا الاثياب. خاف يقصد على هاي. شنو؟ هاي سعر القطعة 125,000 واصلة الباب البيت. يعني كنت ببغداد بالمحافظات توصلك الباب البيت 25. يعني اتصل عليك المندوب تحضرين. هاي الثانية. 125,000. تمام. توصلك بعلبة حلوة ومرتبة. يعني. بس بعد جمال مالتها. كلش حلوة. يلا راح اخليها هنا قبال عيونكم حتى لا حد ينساها. هاي هم تمام واضحه. نجي هاي القطع هاي سعرها 150,000. طبعا الاشكال هوايه متوفره. 150,000 توصلكم الباب البيت. حيبتي سعر البتوت واضحه عندكم. البتوت اللي لابستهن ذني سعرهن 7,160,000. 7,160,000 سوونا مشاركات هواي بالبث حتى نفتح لكم الكارت الاثير. السوار ابو الليرات اللي لابسته سعره 1,350,000. 1,350,000. شوفوا هم شوفوا هم 1,350,000. ليش على البث حبوني شتف سعره 1,350,000. هذا السوار ابو الليرات. اي قطعة تعجبكم سكرنوها وراسلوا الخاص نعطيكم الوزن والسعر وتفاصيل اكثر. توصيل موجود لكل محافظات العراق. سوينا مشاركات بالبث حتى نفتح لكم الكارت الاثير. قبل شوي فتحنا الاسيا بس نفتح اثير. تقص سعر الاسوار اللي بيدك. ملايين. شوفوا الجمال هاي القطعة القلادة الليرة اللي بيها ثلاث نزلات. شوفوا هاي القطعة مش قد ناسكة كلش حلوة. سكرنوها إذا عجبتكم. مصطفى هاي شقد وزنها؟ شقد وزنها؟ هسه نعطيكم وزنها وسعرها. أثير يلا سوينا مشاركات حتى نفتح لكم الأثير. كورة كم موجود؟ هاي ايش قد سعرها القلادة؟ هاي القلادة سعرها 1,300,000. هاي كل الجمال ب 1,300,000. يعني ترهم للمحجبات وترهم لل يعني هاي سعرها 1,300,000. بها نزلات كلش نازلة تشوفوها واضحة لكم؟ 1,300,000. رامي التكريت يا حبيبي سوي لنا مشاركة على مود نفتح لك كارت تدلل عمر. يعني هو هاي كل الكارتات اللي جايبيهن لكم. سوي لنا مشاركات على مود يعني نفتحهم كلهم. شو نسوي بهم يعني احنا؟ سوي لنا مشاركات صعدوا لنا اللايف نفتح لكم الكارتات كلها. لين تدللون كارت كورك موجود هياتي. كورك وآسيا وأثير موجود. سوينا مشاركات هواية بس المشاركات مالتكم قليلة جدا. يلا طلعوا من البذر سوينا مشاركات وتعالوا على مود نفتح الكارت الثاني. عندك كم واحد؟ 6,100. يلا هسه يوصل للألف. سوار ديارات سعر هسه يوصل للألف ونفتح الكارت الأثير. اليوم كلنا نفتحهم. دعاء صفاء تقول ايش قد وزنها؟ وزنها 15,520,000. سوينا مشاركات. اذا تقصدين على هاي القلاده. اذا تقصدين على هاي القلاده وزنها 15,520,000. كل هالجمال هذا ب 1,300,000. شوفوا هاي قطعه كلش حلوه. 15,800,000. سكرنوها إذا عجبتكم القطعة. 29.
هذا؟ يا هو هذا تقصد؟ آسيا وأثير وكورة كل شيء موجود. مليونين وأربعمية وخمسة وثلاثين. طبعاً طبعاً نحب نذكركم بعناوين عنواننا الأول بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني اسم المحل صياغة جودي فرعنا الثاني اللي ينبث منه حالياً المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية أزياء الكوخ القديم. سعر الذهب اليوم 380 نبيع 370 نشتري. والله شاركت هذه طبعا وزنه مو هذا حبيبي ده ليش موجودات هناك 15 و800 سويتوا لنا مشاركات البث ده يصعد. شوفوا هذا جمال هذا السوار الليرات طبعا هذا موديله ابد ما يروح جمال يعني كل سنه يزداد جمال اكثر. وهاي البتوت شوفوها سعرها 7 ملايين و160 7 ملايين و160 اي قطعه تعجبكم اي قطعه تعجبكم سكرنوها. سعر هذا المحبس شوفوا لهذا الفري كلر الأساور المسمار الفري كلر دقيقة سعر هذا المحبس 850 شوفوا هاي الأساور واضحة عندكم واضحة عندكم سوونا مشاركات بالبث وايش قد ما تقدرون سوونا مشاركات حتى نفتح لكم الكارتات زين مهم ليش ما تذكرون تعليقي هدوء الليل ليش ما تذكرون لان تعليقات هواية فيصعد تعليقك. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي 24 غرام و 140 سعرهم مليونين و 30 ألف. هاي سعرهم مليونين و 30 ألف و 30 ألف شوفوها مليونين و 30 ألف نوركم في دول قلبكم ذني سعرهم مليونين وثلاثين ألف وسعر هاي البتوت اللي لابسته 7 ملايين و160 والمحبس 850 والتخم اللي لابسته اللي هو هاي القلادة والمحبس وهذا السوار اللي لابسته والتراشي سعره 4 ملايين و510 هاي البسمار كلهم ذهب إيه كلهم ذهب نورس يقول رئيس الجيل شعب شعب الغزال صح هاي السوارات البسمار كلهم ذهب لا هسه نعطيكم والله بس تونا مشاركات هواية ونعطيكم لأنه شو نسوي بهن هياتهم ضعوهن هذا الكورك والأثير والآسي شوفوهن مساء النور اللي سوى مشاركات اكثر واحد سوى مشاركات ورا ما يخلص البث راح اشوف منه اكثر واحد سوى مشاركات راح اطبله على الخاص وانطيه رصيد شوفوا له هذا السيت جمال شوفوا هذا التخم ايش قد حلو باعوا النزاكي ايش قد مرتب سعره 3 ملايين و425 واضح عندكم ايش قد سعره 3 ملايين و430 الف 3 ملايين 3 ملايين و430 ألف سعر هذا التخم 3 ملايين و430 ألف في توصيل للسعودية إن شاء الله عن قريب راح نفتح توصيل
خارج محافظات العراق. المحبس اللي لابسه سعره 850. هذا مصطفى السوداني يقول القطعه اللي وراك ايش قد سعرها؟ حبيبي اذا تقصد على هالقطعه سعرها 125,000 توصلك الباب البيت وين ما تكون يعني. هاي سعرها 125,000 تمام. اما هاي طبعا اشكالها مختلفه سعرها 150,000 والتوصيل مجاني. اكو بعد هواي موديلات طبعا. هاي نموذج من القطع اللي عندنا كلش هواي موديلات. هاي ابراج عيون ابراج كل شيء موجود. ام فهد نزل الذهب صدق. اي نعم ام فهد نزل الذهب 380 بيع 370 شراء. كل يوم تفتحون بث ويا ساعة يعني حسب الوقت. حلقات خطوبة موجودة الحلقات. محمد حميد هواية كلش هواية موديلات. محمد حميد يقول لو سمحت في توصيل للسعودية. استاذ محمد حبيبي اذا عندك احد من اقاربك اصدقائك هنا بالعراق خلي يشرفنا المحل او يعني يتصل بينا ندز له القطع اللي تريدهن وهو بعد يدز لك اياهم لين توصيل خارجي حاليا ما عندنا. ممكن تشوفون تراك صغار موجوده حبيب تراسينا على الخاص اشوفك كل الموديلات الموجوده. لولو تقول بلكي والله خطي مفصول عن الخدمه بلكي افوز برصيد. هسه انت خطك مقفول تمام. سوي لنا مشاركات سوي لنا مشاركات صعدوا لنا البث نفتح لكم الرصيد. هو احنا جايبينه لكم يعني هاي هديه بسيطه لكم بحيث تسوون لنا مشاركات للبث. كل ما عليكم تسوون مشاركات للبث بس ما نريد منكم اي شيء. هاي كلهن جايبين لكم. يلا هسه اريدكم تطلعون من البث تسوون لنا مشاركات هوايه نفتح لكم ثاني بث. مليون وما ادري مليون و350 هذا سعره بمليون و350 سوار اللي راس سعره مليون و350. اذا عجبتكم القطعه سكرنوها وراسلونا على الخاص ندز لكم بقيه التفاصيل. حمود حبيبي مو الا يعني حمود الغريب يقول هاي قطعه مال عيد الحب. وين الحب حبيبي؟ مو الا للحب يعني. هي الحب شنو يعني الا حبيبه؟ لا عندك امك مثلا الله يحفظها اختك تحبها تمام. سعرها 125,000 هديه بسيطه بس يعني معنويه. يعني ايش قد تفرح تتخيل ايش قد راح تفرح من تجيها هديه منك. البيت هذا شو المداري مالتها؟ حيب سهل المداري مالتها بايها هيك صار بيها نزلات كلش ناسكه. سعر البتوت اللي بيده 7,160,000 وزنهم 85 غرام و 230. جرح الماضي تقول ايش قد سعر الذهب اليوم؟ 380 نبيع 370 نشتري من يمكن. هذا تخم بهذا الجلاديس سويت 980 مشاركة عشتيدج. وهذا السوار هو تخم كلش نازك سعره 4,510,000 وبيها هاي هم التراج. وتقول سوار الليرات كم ليرة؟ 6 ليرات نازلات من يمه. محمد السن يقول ايش قد توصيل صلاح الدين؟ حلو عاشت ايدك ذكرتني. توصيل صلاح الدين 15,000. طبعا عندنا خدمة توصيل بغداد وكل محافظات العراق. بغداد توصل خلال ساعتين اجرة التوصيل 10,000. باقي المحافظات توصلكم خلال 48 ساعة اجرة التوصيل مالتها 15,000. يعني بالشمال بالجنوب توصلك ب 15,000. اذا كنتي داخل بغداد توصلك ب 10,000 وخلال ساعتين. كل ما عليكم تطلبون برا الطلب تحسبون ساعتين راح توصلكم القطعه 120 دقيقه. مصطفى جيبي كرسي جابر. كرسي جابر صعدونا البث اكثر هسه وصل 700 بعد وصلوا 1000 وافتح لكم هذا الاثير. وين هذا الاثير؟ هياتي حشوفكم هذا كرسي جابر هسه. هذا جابر هذا جابر بنفسه. شوفوا هذا شوفوا ايش قد حلو. هذا كرسي جابر سعره 10,000,000. يعني هسه هو بجد الميريكانا بجد والله. شوف والله هيك منانه هاي مو اهل الانستغرام هم. هذا كرسي جابر سعره 10,000,000.
كلبشات عرضه تدللين حبيبتي هسه عرضك واضح لكم؟ اي واضح على الانستغرام. هلا الانستغرام شوفوا لي اياه. هذا سعره 10 ملايين. زنجيل كعب الغزال. طبعا تطفي الكهرباء، احنا غير بالعراق. طبعا مو بس كرسي جابر موجود، خلي يشوفون هذا الاسلاح. شوفوا لي هذا الاسلاح. سلاح فيرزاتشي ايطالي. هذا الانستغرام تاعنا انا. خلي على الميزان. واضح عندكم؟ يعني شوفوا بس شوفوا الجمال كله باجور 8000 دينار. قطعة ايطالية باجور 8000 دينار. وزنه 105 غرام و 0.7 105 غرام و 0.7 اللي تخم ازرق تعلق مقطعه 3 ملايين. بدي اروح تخم ثاني. اي حبيبتي عادي شرفينه. هذا للمحل تدللين. الرصيد اسيوي. شوفوا لهذا سعره 8,825,000. سعره هاي 8,825,000. واللي يجينا من طرف البث الى خصم خاص طبعا. 8 ملايين. هاك حبيبي استفز. 8,825,000. 825 تمام. 8,825,000. اتمنى توصل للسويد. إذا عندك أحد هنا ببغداد فممكن إنه تزل هي وتأخوي تزلك إياها بعدين إلا هيجي. ومعلوش إن شاء الله الله يزيدك وإن شاء الله الملايين تجيك من حيث لا تحتسبي. يلا ساعدونا البث حتى نفتح الأثير. هذا الأثير. سعر الذهب اليوم 380 شراء. يلا هذا الرصيد. يلا بس ساعدونا البث سووا مشاركات. سووا مشاركات هاي مشاركات هاي ممكن هاي هذا الوراج اللي بيها احمر سعرها 125. هاي سعرها 125 والتوصيل مجاني. يعني هو راح يجيك بهديه. دائما يجيب لك هديه. الذكري بمحبس. ذكري بمحبس. هذا سوار ربار. سوار ربار. يعني ترى اسعارهم جدا مناسبه. هاي القلاده مال عيد الحب سعرها 125 والتوصيل مجاني. يلا هسه راح نعطيكم الكارت بس تساعدون البث. ولا تنسون ترى اكثر واحد ورا ما يخلص البث اكثر واحد مسوي مشاركات للبث راح اطب له على الخاص وانطيه كارت. اكو كوركي اكو كوركياتي. اكو كلش هوايه موديلات بعد. هذا الاثير وهذا الكورك وهذا الاسيا. صار قطعتين. شوفوا هاي الكلبشات. تمام. دا تشوفون قدامكم كلهم مسكرنات كلهم مسدودات. الله الله. هذا شوفوا هاي الكلبشات كلها لكم. شوفوا هاي الكلبشات. عاشتي لك. ايش حضر؟ طب لا هات هاي مو بس هاي همينة اكو بعد هدايا ثانية. وين الهدايا الثانية يا مصطفى؟ هاي يا اخوي في الدرع وفي الحب. ماكو حب. ليش ماكو حب؟ يعني مو الا حبيبة والله مو بالضبط. اختك عادي. شوفوا هاي الهدايا الثانية بيها ابراج بيها هذا الازرق شو اسمه مثل الدمعة وهذا الكف.
نورة سفوري قالت زنجيد شعب الغزارة آسف جدا يا وضع هدوء الليل تعبت طبعا أنا تدرين تعليقاتش والله ما تطلع عندي يلا صعدونا البيت خلي يوصل ألف حتى أفتح لكم الكارت الأثير سعر البتوت اللي لابسته 7,160,000 7,160,000 وسعر هذا المحبس 250,000 رصيد آسيا تدللون أنا هسه فتحت آسيا يوم نفتحها كلهن آسيا قوي شوي فتحت السيتير وراها نرجع نفتح كورك هذا المحبس سعره 250,000 وهاي البتوت سعرها 7,160,000 وسعر هذا التخم اللي لابسته 4,510,000 القلادة هاي هذا السوار اللي هو كلش كلش نازك هذا المحبس وهاي التراشي مالته نورة صدق تقول اريد زنجين شعب الغزالة هذا الزنجين هذا الزنجين اللي رتي سويت مشاركات يلا ساعدونا البث اكثر حتى نفتح لكم كارت الاثير ساعدونا البث اكثر 700 شخص ينتظرون الكارت يلا يلا بعد اكثر اكثر حتى افتح لكم الكارت هذا المحبس سعره 850,000 وسعر التخم اللي لابسته سعره 4,510,000 وسعر البتوت ذني 7,110,000 أو 160,000 شعب الغزال يلا ساعدونا البث ما عندي أحد أشارك وأنا محتاجة أرجع أذكركم أكثر واحد يسوي مشاركات لللايف من يكمل البث أطب وأشوف منه أكثر واحد مسوي وأدز لل أدز للكارت عندكم توصيل بريطاني لا والله ما عندنا لا والله ما عندنا بس إذا عندك أحد بغداد هنا أنا أقارب شيء ممكن ندزله إياه هو يحول لك إياها الأساور أساور اللولو ذني ال وينهم قصة عفن بس حرجع أشوفكم إياها ونعطيكم سعرها هاي محابس شوفوا هاي بهذا النزاك إيش قد حلو كلفشات هسه نشوفكم سعرها شكرا حبيبتي بس شوفوا تعليقي 56 غرام ويمكن ايش قد سعره؟ بس هذا احطه على صفحه تعال هناك خل اعطيك ليش القطعه ايش قد سعره؟ 4,720,000 4,720,000 4,720,000 شوفوا كلش حلوة هاي باللبس 4,720,000 عندكم توصيل لدهوك؟ اي نعم اي موجود توصيل لدهوك عندكم محابس زنجيل سارة تقول سوار الليرات ايش قد سعره؟ مليون طبعا عرضنا قطعتين هذا هاي شوفي شكله هذا بمليون و350,000 هذا سعر الليرات النازلة منه مليون و350,000 هذا مليون و350,000 تسمعوني صوتي واضح؟ أما السوار المصفوف 2,435,000 اللي هو هذا مليونين و435,000 هذا وزنه 29 غرام يعني 6 مثاقيل إلا غرام شوف له الضخامة والجمال كل اللي بيه وزنه 29 غرام واضح اي واضح خليه يلبسوه
أو أنت تلبسي إياها ما تلبسي إياها. شوفوا بحال إيش قد نازك إيش قد مرتب. وسام يقول أكو توصيل للصين إن شاء الله، إن شاء الله بدنا نحاول نسويكم توصيل خارج. تدلل حبيبي. إذا عجبتكم القطع سكرنوها. شوفوا هذا السوار ما تخم لي لابستين، وهذا السوار اللي رات، وهذا الثاني. بس ما تقول عندكم توصيل لإيطاليا؟ إيه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نوصلكم كل محافظات شنو؟ كل دول العالم توصلهم قطع من صياغة جولي إن شاء الله. يلا ساعدونا البيت أكثر حتى نعطيكم هذا الكارت الأثير. أكو توصيل للسعودية. خلص صار 850 وفتحي لي. أي هاي سعد فتحي لهم الكارت. يلا. يلا. حضروا تليفوناتكم. شوفوا قدام هذي نجمة 1-0-1 مربع نجمة 1-0-1 نجمة 1-0-1 مربع أو نجمة شباب. يلا حضروا تليفوناتكم. نجمة 1-0-1 مربع 8-5-5-3-4 8-1-5 7-0-5 6-9-9-1-9 مربع. عيدي مرة لوخ طابق واحد ما سمعه. عيدي مرة ثانية 8-5-5-3-4-8-1-5-7-0-5-6-9-9-1-9 يلا راح يوصل لألف على مود تحضرين نفسك تفتحينهم الكارت الآسيا مثل ما وعدناهم حتى نفتح لكم الآسيا. طبعا نحب نذكركم هاي سعر القطعة 125,000 واصلة الباب البيت. محاب الزنجيب إذا كفر عكو محاب الزناجيب موجودة حبيب تراسينا على الخاص وادزش المديرات الموجودة. منو أخذ الكارت أول شيء؟ كارت الأثير منو أخذه؟ اللي أخذ الكارت خلي يكتب لنا تم ويدزهم بالتعليقات. منو أخذ الكارت الأثير؟ شوفي هاي سعرها 125,000 التوصيل مجاني. تمام كم لو سعرها 125,000 والتوصيل مجاني. يسيلون على خواتم رجبية. هاي الخواتم الرجبية اللي عندنا موديلات حلوة وراقية وكل القياسات. وهذا ودخل يعقوب يقول ما عندهم ذهب عراقي. حبيبي كل القطع اللي موجودة داخل صياغة جودي هي مستوردة من جميع المناشئ تركي إيطالي خليجي. يشتري العراقي فقط بس من يعني من بيعه تم أخذته بالعافية إن شاء الله. إن شاء الله تسوي أكثر مشاركات وتروحين ويانا كارت ثاني. يلا وصلنا اللايف لألف. حتى نفتح الكارت الآسي. عاشت إيدك. هاي نفسي. هاي وجبة ثالثة من القطع اللي 150,000 السبع عيون الحجر الفان كليف الأبيض واللي بداخل عين. هاي الحجر الزرقاء اللي كلش راقية. الرصيد مستخدم وأكو قبلكم أخذوه كتبه وتم أخذته فراح يطلع عندكم مستخدم. لا بعد هاي القطع 150,000 والتوصيل مجاني. مساء الخير مساء النور حبيبتي.
هذا هاي القطع 150,000 والتوصيل مجاني. رولكس العراقي حبيبي انتم قوتنا، والله يحفظكم ان شاء الله، وتحياتي لك يا حبيبي، الله يوفقك ويحفظك ويحرسك. ممنون يا ذهب. يلا ساعدونا اللايف حتى نفتح لكم لآسيا. يلا صعد صعد 950. ليش ليش نزلتوا؟ مدير حمد يسوي مشاركات. يلا سووا لنا مشاركات هواي على نفتح لكم الكارت الثالث. شوفوا الكارت حتى يعني كلهم جايبين لكم. شوفوا هذا بالاضافه الى الكارتات الكورك والآسيا. تمام ساعدونا البث على مود نفتحهم كلهم اليوم، نريد نخلصها عليكم. كيف عندكم محابز زناجيل موجوده بذاك الفرع راسينا على الخاص وادزلك الموديلات الموجوده. شباحيات ناسكه يعني سعرها مثل تجاوز 300,000. شوف علي ابو ريكان، علي ابو ريكان يقول القلاده ام الحجر الاخضر ايش قد سعرها؟ حبيبي هاي سعرها 150,000 توصلك الباب البيت. سعرها 150,000 واصله الباب البيت. صوت واضح، الصوره واضحه. اذا ما واضحين اكتبوا لنا بالتعليقات. سووا لنا مشاركات وصلوا البث للالف حتى نفتح لكم الكارت الاسي. هو مو بس هذا زين. واوهن اكو كارك، كارك اكو كارك، اكو واحد بقى كثير. نذكركم بعناويننا، عنواننا الاول بغداد شارع فلسطين مول النخيل، اسم الطابق الثاني اسم المحل صياغه جودي، عنواننا اللي ننبث منه حاليا المنصور تقاطع الرواد، اقرب شنو داخل قيصريه ازياء الكوخ القديم. سعر الكوت اللي لابسته 7,160,000. سعر المحبس من 150. هذا طبعا محبس وحلقه اللي بس تكون تو ان وان. الذهب صاعد؟ لا الذهب نازل، صايره 380 بيع 370 شراء. صوتي واضح؟ وهذا التخم اللي لابسته سعر 4,510,000 اللي هي هاي القلاده، هذا السوار مالته، هذا المحبس. يلا سووا لنا مشاركات هوايه. هاي البيدج حلقه اصر حلقه وصل محبس. باي ابو علي فاز علي، سوي لنا مشاركات حبيبي ابو علي، وانت ان شاء الله اللي رابط يعني. يلا حتى نفتح لكم الاسي. سووا لنا مشاركات هوايه، وصلوا لنا يا للالف، ما بقى شيء يوصل للالف. هذه الاسي. يلا فتحه من انتم وصلوا للالف. راوينا حلق شنو؟ حلقات. مستفيز انطيني هاي الحلقات. نريد كورك موجود، اثير وكورك واسيا. سووا لنا مشاركات البث يوصل للالف، وافتح لكم الكارتات الموجوده، كل الكارتات الموجوده. شوف هاي الحلقات اللي يرتوها، هي طبعا مو بس هاي، طب ليكو هواية بعد موديلات. راسلونا على الخاص وندز لكم كل قطعة وزنها وسعرها. ساعدونا البث، سوونا مشاركات، توصيل موجود لكافة محافظات العراق. سعر البتوت اللي لابستها 7,160,000. 7,160,000. سعر المحبس 850. سعر المحبس 850. شوفوا لي هذا السوار مال الفوكس. طيب.
شوفوا هذا الاسوار، هذا ويا محبس يجي مصطفى. مصطفى شوفني المحبس مال المحبس فوكس. هاي باي الطبلة محبس فوكس باي الطبلة حبيب اخر طبلة عافية. يلا وصلنا البيت للالف حتى نفتح لكم الكارت. هذا المحبس ويا هذا السوار. آسيا افتح لكم الآسيا. ساعدونا البس سوينا مشاركات هواية. عرض أساور كارتير تدللين هسا عرضت لك اياها. أساور كارتير هاي. هاي الأساور الكارتير. وهاي سعر الذهب اليوم 380 بيع 370 شراء. هالمرة ما يفت مني رصيد. يلا مخاوي الذهب سوينا مشاركات هواية حتى نفتح الرصيد الآسي. هاي الأساور الكارتير. بعد هذا الثاني هذا موديل يصير أعرض. شوفوا لا ليش نزل الذهب كان 385 صار 380. سوينا مشاركات هواية. أريد الآسي تدللوا سوينا مشاركات حتى نفتح لكم الكارت الآسي. وأكثر واحد من يخلص البث نفسين كم حلقة وأصبع شو راوينا ياهن تدللين. أكثر واحد يسوي مشاركات أطبع الخاص وأدز له رصيد. مهم بس نطيح حلقات. شطيش؟ حلقات. رجالي ونسائي؟ لا لا النسائي. هسه أشوفكم. رولكس العراقي حبيب ممنون منك يا ذهب تحياتي لك. سيد حسن العراجي. أشوفكم. شوفنا هم يا. شوفوا هاي الحلقات. شوفوا سجاد يسلم عليكم. وعليكم السلام. ها شنو هاي من 116 يا بدي صعدوا للألف خلنا نفتح لكم كارت فيكم. يلا يلا هسه صعدوا للألف. يلا ما بقينا فشي قليل ونسد البيت. صعدوا للألف خلنا نفتح لكم الكارت الثاني. ليش باقي بقينا حرامات. يلا سووا مشاركات. قلت لهم شنو بنزل خلاص هلا اسكت المهم نروح. يلا هذا الكارت شنو بس واحد المهم نجي نزل البيت. زين الكارت سعد البيت وخلي العالم تستفاد من عندها. انت ما تستفاد من عنده خلي اخوك يستفاد من عنده صديقك. يلا لان الكارتات كورك موجود. يلا ذني أساور شبابية عندكم رجالية أي موجود. هسا شوفت ياهن راح أشوفك الموديلات الموجودة وأي قطعة تعجبك سكرنيها وراسينا على الخاص ندزلك الوزن مالتها والسعر. أهلا وسهلا حسين نورت. شوفوا هاي الموديلات سكرنوا أي قطعة. ما يسوون مشاركات بس يريدون أرصدة. هو اكيد ما راح ننطي رصيد اذا ما يسوون مشاركات ويسعد اللايف يعني. واكثر واحد مسوي مشاركات ورا ما يخلص اللايف راح اطبع الخاص وادز له رصيد. عندكم الخاص ما تشوفون مخاوي الذيب يا اخوي. والله حضرت حتى من الجروبات. عاشت ايدك. هسه يوصل اللايف للالف وافتح لكم الكارت الآسية البتوت اللي بيدي سعرهن 7,160,000. البتوت اللي بيدي سعرهن 7,160,000. 7,160,000 وسعر التخم اللي لابسته 4,510,000. هذا سعر المحبس 850,000.
هذا سعره من 150. من دلاول من دلاول. عليكم السلام نورت. أرضي النبتوس سعره 3 ملايين. تدلل بس أعرض لك. أنا سويتكم مشاركات. عاشت إيدكم سوون هواي مشاركات. خلي البث يوصل للألف حتى يفتح لكم هذا الكارت الآسيا. إذا البث ما يوصل ما راح يفتح. سوينا مشاركات هواية حتى افتح لكم البث. افتح لكم الكارت. افتح لكم البث شنو؟ أكو توصيل. أكو توصيل كافة محافظات العراق. يلا صعدونا البث حتى نفتح لكم الكارتات اللي موجودة. هذا كورك وهذا آسيا وهذا أثر. سوار وخاتم من ذهب كم سعره؟ يهوت قزي من عندهم. خزامات أكو مصطفى. طني ذا اللي خزامات. أي موجودة. هسه شفت شنو؟ شوفوا هاي الخزامات موجودة. يمكنها ما راح تطلع واضحة. مديراتها ما راح تطلع هنا واضحة. بس راسينا أرخص وأشوف شو المديرات الموجودة. أنا سويت هواي مشاركات. عاشت إيدك. بس أكثر واحد مسوي مشاركات ورا ما يخلص اللايف راح أدز له كارت. سوينا مشاركات صعدوا اللايف للألف. والله ما بقى لهم شيء. 150 واحد ما بقى شيء. من 161 ما بقى لهم شيء. صعد. يلا يلا بعد 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 يلا يلا. مرحبا اكو خزامات حبيبتي. ايضاع. يلا حضري الكارت. ضاع الوفد موجود. شيل يدون اسيا اثير حضري. لا نحضر الاسيا. عاشت ايدكم. بدا يصعد. بدا يصعد. والله شاركتكم. اريد اسيا. هذا الاسيا قدامكم شوفوا. 195 مفتوح. بعده. يلا وصلونا للالف. حسوني الاسمراني. هسه راح نفتح الكارت. يلا ايش تفتحين؟ كارت اللايف. كارت اصلا ما تغلط في اللايف. ليش كنت تسوون غلسين؟ 900. يلا ما ضلكم شيء. 99 واحد نفتح لكم الكارت الثاني. يلا سووا مشاركات. ايه نزل شيلينها. سووا لنا مشاركات. هواية يسوون مشاركات ويرجعون. سووا لنا مشاركات حتى نفتح لكم هذا الكارت. مو بس هذا. هذا وهذا وهذا كورك والاثير. طبعا رجاجة مش نسوانهم كلش خطيه. لا ليش اكو هواي يشترون نسوانهم؟ والله هسه هاي مال عيد الحب. والله دنياها هاي سعرها 125 والتوصيل مجاني. وهاي سعرها ب 150 والتوصيل مجاني. المحبس البيدج دي السعر. هذا المحبس سعره 850. هذا يشتغل حلقه يشتغل محبس. نوركم في دول قلبكم. البتوت اللي بيدج. البتوت اللي بيدج سعرها 7 ملايين 160. يلا وصلنا اللايف للالف. القلاده ام القلب الاحمر سعرها 125 والتوصيل مجاني. 125 والتوصيل مجاني. وهاي 150 والتوصيل مجاني. يلا وصلنا اللايف للألف. وإذا ماكو فلوس شلون أشتري؟ الله يرزقك إن شاء الله وتشتري أضعاف أضعافهم كل اللي دا عرضهم. شوفوا هذه سعرها 125 والتوصيل مجاني. وهاي سعرها 150 واكو بعد هواية موديلات والتوصيل مجاني. هاي صار 7 عيون. هاي حجر ازرق صار مثل الدمعة. هذا حجر اخضر صار لونين. مهيمن تعال. يعني ما بين فارق قد فاضي. ايش في فاضي؟ يريد مهيمن. لا أخو ممكن راح يجيكم. عيني راح يجيكم.
استاذ فاضل اهلا وسهلا وحياك الله منور البيت. البتوت اللي بيدي سعره 7 ملايين يستاهلون كارت تفتحينهم كارت. يلا البتوت اللي بيدي سعره 7 ملايين و160 7 ملايين و160 والمحبس سعره من 150 والتخم اللي لابسته سعره 4 ملايين و510 اللي هو هاري بلادر هذا المحبس وهاي السوار مالته وذا الحفز زعلان من اشتري راضيها صالحها بهاي كلش عادي موضوع شوف سعرها 125 والتوصيل مجاني وهاي سعرها 150 وكو بعد هواية قطع بيها هم التوصيل مجاني اللايف صعد يلا راح افتح لكم هذا الكارت شوفوا قدامكم شوفوا قدامكم يلا حضروا هذا الآسيا اريد محبس بحرف الار الزوج بس يكون هواي ايه والله طيب يلا الكارت راح ارده حضروا تليفوناتكم خلي اشوف بتوت مو واضحة تدني بتوت سعرهن 7 ملايين و110 7 ملايين و110 يلا افتح لكم الكارت الاسيا نجمة واحد ثلاثة ثلاثة نجمة نجمة هذا الاسيا واحد ثلاثة ثلاثة نجمة تسعة ستة واحد تسعة اثنين واحد ثلاثة ثلاثة تسعة ثلاثة ثمانية ثمانية اثنين ثمانية مربع سعيدة نجمة واحد ثلاثة ثلاثة نجمة تسعة ستة واحد تسعة اثنين واحد ثلاثة ثلاثة تسعة ثلاثة ثمانية ثمانية اثنين تسعة ذكرينهم بالقطعة اللي لابستها منو أخذه؟ يلا منو أخذه؟ خلنا نشوف منو أخذه وبعدين أذكرهم منو أخذه؟ اسمع ما حد يفهم بعد يجوز دي سعر الذهب اليوم 380 بيع 370 شراء عناوين وين العنوان منصور الرواد داخل قيصرية الكوخ القديمة فرعنا الأول بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني اسمه المحل صياغة الجودي حب نذكركم عندنا خدمة توصيل بغداد وكل محافظاتنا الحبيبة بغداد خلال ساعتين توصلكم القطعة محافظات توصلكم خلال 48 ساعة كلفة التوصيل بغداد 10,000 باقي المحافظات 48 ساعة خلي ست أشرقة يعني سولف لكم على الشغلات اللي لازم سعر التخم اللي لازم 4 ملايين و510 هو هاي الغلادة لخدمات من الفرحة وهذا الصوار وهذا المحبس وهاي التراشي مالته 4 ملايين و510 شكرا على الرصيد نزل عندي بالعافية 4 ملايين و510 سعر التخم اللي لابسته وسعر البتوت 7 ملايين و160 سعر التخم اللي لابسته 7 ملايين و160 سعر المحبس من 150 يرهم محبس ويرهم حلقة 850
وهاي هدايا مال عيد الحب سعرها 125 والتوصيل مجاني وهاي سعرها 150 والتوصيل مجاني. هاي ميدالية وزنجيل سعرها 150,000 والتوصيل مجاني. هاي سبع عيون، هاي العين، فان كليف نصها عين. ماكو بعد هواية موديلات غيرهن. طبعاً كلش حلوة الموديلات اللي موجودة، الباقيات ما عليكم، بس تدزولنا رسالة على البيج مالتنا وإحنا ندزلكم شكل موديل خاص بهاي الأشكال. تمام، نلتقيكم بث جديد، وخلينا نقولكم جمعة مباركة، بث جديد، بضاعة جديدة، نلتقيكم إن شاء الله غدا الساعة 9. السلام. مع السلامة.